ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع. كما العادة كل إعادة فيها إفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا الرجال على هذه المدونة ديال الأسرة والتعديلات اللي غيديروا فيها. باقي ما عرفناش التعديلات، واش نتوما تقدروا ديروا التعدد كرجال تزوجوا بالمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على جاب الله، ولا ما تقدروش مع هذه المدونة؟ لا بغيت تعرفوا واش غيقولوا لنا، أجوا معايا. التعديلات اللي باقيين ما عرفناش شنو هما التعديلات، واش يمكن الراجل يدير التعدد يتزوج بالمرة الثانية والثالثة والرابعة على جاب الله؟ لا ما 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 ما, ما يكونش داكش. علاش ما يكونش؟ إلا كانت شي حاجة ما مزياناش، شي ماتت ولا طاحت ولا تهرست ولا شي حاجة. تهرست تزوج على المرأة؟ لا تزوج، حيت إلا ما تقدرش هذيك تدير لك داكش. داكشي اللي بغيتي تديرو تسقى عليك وداكشي ما تقدرش. ما تقدرش، غادي هادشي اللي غادير، غادي تلقى واحد المرأة أخرى إلا كانت على أربعة. مزيان. ودابا مع هاد القانون ديال هاد المدونة، واش يقدر بنادم يتزوج بربعة العيالات؟ كاينين الناس اللي تيتزوجوا بربعة الناس، أربعة البنات. ولكن قبل ما تخرج هاد المدونة؟ لا بلا مدونة، هذا بشي بكري كيدير. لا حنا كنقولوا دا على دابا. لا تا دابا داك الشيخ دابا يقدر الراجل يتزوج بربعة العيالات. يتزوج الا عنده ما يدار بخير، الا عنده فلوس وخدام وهادي، راه هما تيبغيو. دابا لا تتيح لك حتى الفرصة تزوج بالمرة الثانية والثالثة والرابعة. وما نكذبش عليك. ضحكت ياه، عجباتك هذه في كل التواضع. ويا خويا، ولكن إلا كانت الأولى مزيانة الله ياك الأولى باقا بعدا. والله يتاويكم الخير. دابا ديال المدونة الأسرة، وغيكونوا بعد التعديلات، باقي ما عرفناش شنو غيزيدوا في ذوك التعديلات، واش باقي الراجل غيدير التعدد يعني غيتزوج بالمرة الثانية والثالثة والرابعة على جاب الله؟ وحده باقي ما لقيتهاش. تا وحده باقي ما لقيتيهاش؟ وحده باقي ما لقيتهاش. تا باقي ما ديت ديك الحنه. الحنه باقي من الثانيه راه ما عرفتش. واش دار لك في هذه المدونه هذه؟ ما كاين باش معمول باش يتزوج الانسان، راه خصو يكون عنده واحد راس المال، الا ما عندوش شك غيدير. ما بقاش الزواج ولا تبيعه وشري هذه؟ تبيعه وشري هذه. اللي ولات دابا صافي هادشي اللي كاين. وشنو دار لك انت لا تاحت لك الفرصه تقدر تتزوج بالمره الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ وحدة باركة عليا أنا، لقيتها لاباس عليا. لقيتها حتى البارك. مباركة عليا. راه وحدة راه تسيبطنا الحبس، راه عاد زدنا حنا أربعة، راه وحدة راه تقدر تسيبطنا الحبس. وحدة. وحدة. بكل تواضع. بكل تواضع. دابا مع هاد المدونة ديال الأسرة، وغيزيدوا فيها بعض التعديلات، واش يمكن الراجل باقي يدير التعدد يعني ياخذ المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على جاب الله؟ لا خويا ما يقدرش لا. علاش؟ بالنسبة لهذه المدونة اللي غتولي، وبالنسبة للمعيشة والظروف العائلية بزاف ديال ما يقدرش الراجل يدير التعدد يتزوج بربعة. لا لا وحدة وبزاف. وحدة وبزاف. بزاف وحدة وبزاف. أنا مزوج دابا ووالد سير وسير. سير وسير. هذاك شريك. سير سير دير النية. هذاك شريك. مثلا إلا جاتك فرصة دير التعدد تزوج بالمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تزوج بها؟ لا مسؤولية صعيبة بزاف. تخاف؟ بزاف. مناش تخاف؟ وبالنسبة لهاد القوانين اللي خرجت دابا بزاف ديال الحوايج، والمعيشة كلشي غلا، أي أبسط شيء ساوي تمام. وهاد المدونة بالنسبة لك أنت هي صالحة ولا ما صالحاش؟ لا ما صالحاش، ما صالحاش. بالنسبة للدرويش، أما اللي عنده الإمكانيات يقدر يدير التعدد، يدير حتى 10، يدير حتى أكثر، ماشي مشكل. يفوت الشرع هو كاع. ماشي مشكل، التعدد يدير عنده، كاين العاقة، كاين الطونوبيل، كاين الدار، كاين كل وحدة ودارها، كل وحدة الملكية ولا الما غادي تاخذ 50% ولا تاخذ الممتلكات ديال الراجل. هذه غهضرة ديال الناس ديال الخضار، ديال صحاب القهاوي، ديال صحاب الشارع، ديال الناس المزلوطين، ديال الناس اللي ما لقات ما يدار، شدات موضوع خلاته موضوع الساعة. أنا بالنسبة لي كيضحكوا على الشارع المغربي، كيضحكوا على الشباب، وديجا كاين العزوف وباغيين يزيدوا، مازال العزوف، حتى واحد ما يتزوج. وعباد الله، المدونة ما دافعت حتى شي تعديل، ما تبدل لا قانون لا فصول لا بنود لا حتى شي حاجه. المدونه يبقاو يتزوجوا 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 ويطلقوا كما تزوجوا والدينا، كما تزوجوا الوالدين ديال عباد الله اللي ما كانوا لا خدامين لا دامين، مزوجين والدين واكلين وشاربين.
ما كاينه غير الموت والزواج حلو الله. ولكن بهذ الهضره ديال هضره القهاوي على الشباب وكيخليهم ينفروا وما يتزوجوش. دابا كتنصحهم بالتعدد؟ ما كاينه التعدد الاولى والثانيه والثالثه والرابعه على جاب الله. اللي قاد على شي مرا وعلى العيالات ولا بالفلوس وبالصحه ديالو يتزوج مع راساتو وأراك المعقول. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. سلام خويا. قولي يا الشباب. مرحبا. دابا هاد المدونه ديال الاسره وغيزيدوا فيها بعض التعديلات اللي باقيين ما عارفينش التعديلات، واش يمكن الراجل اللي يدير التعدد يتزوج بالمره الثانيه والثالثه والرابعه على جاب الله؟ خويا مع هاد هادشي اللي ولا دابا خويا عوحدوا بزاف. عوحدوا بزاف اخويا دابا. وحدوا بزاف. وحدوا بزاف كاع. صافي نقاطعوا حنا الزواج اخويا، ما عندنا ما نديروا بالزواج. علاش؟ وشوف اخويا هاد المدونه شنو ولات كدير معانا اخويا بزاف هادشي، هادشي بزاف اخويا. يعني انت ما باغيش تتزوج كاع؟ لا. علاش؟ نبقى زوفري ديال راسي بارك عليا اخويا. بسببك المدونه؟ بسبب هاد المدونه اخويا انا. دابا تحت لك فرصه تتزوج بالمره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، تتزوج. الا تحت لي الفرصه اخويا نتزوج بشي وحده من اوروبا، اما هنايا في المغرب اخويا بصحه. باغي تصب الوريقات؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم، اما هنا ديال المغرب اخويا بصحه. ولكن المدونه ديال برا راه واعره على ديال هنا. حنا نقبلوا على المدونه ديال اوروبا وما نقبلوش على المدونه ديالنا اخويا الصراحه. بكل تواضع. بكل تواضع اخويا. وشنو الرساله ديال؟ الرساله ديالي اخوتي قاطعوا الزواج، الزواج ما بقاش. صافي